داكشي اللي دارت بن قنا واللي دار هذاك جمال ريان واللي دار دراجي ضد المغرب هذاك هو الخط ديال القناه صافي فقط بان لهم عبد الصمد نصر اللي كيدافع على البلاد ديالو. شوف الامر اخطر من هذه المساله. الامر هو شنو؟ المخابرات العسكريه الجزائريه تريد تخريب العلاقات المغربيه القطريه عن طريق هذاك اللوبي اللي موجود في قناه الجزيره. وماشي غيمشي هذا الشيء، هذا كاين لوبي اخر اللي موجود في القناه ديال سكاي نيوز يريد غيلعب على هذه القضيه، وهذه المسائل كلها جات من وراء هذه المرحله اللي بداوا فيها هما الصراع على هذا المستوى ديالهم، كيستعملوا اعلاميين سواق دراجي واسماء اخرى ضد المغرب، وكيستعملوا اسماء اخرى اللي موجوده ايضا في قناه سكاي نيوز. هذه معركه اخرى اللي جايه. انا شخصيا خرجت بواحد الفيديو في القناه ودرت مقال ورجعت لواحد المقال كنت كتبته انا في 2010 في جريده المساء، كنقول اللوبي العسكري ديال المخابرات الجزائريه كاين في القناه. لما وصل هذا الشيء هذا غنلاحظوا بانه بدا الخروج البعض، كيدافع كيحاول يبرئ واحد الجزائري اللي كاين تما. انا شوف كمغاربه حنايا الاساسي هو اننا الان راه بلا ما ننتبهوا راه كلشي كيرافع المواقع، من المواقع الاعلاميه، الناس ديال اليوتيوب، كلشي في التواصل الاجتماعي. حنا الاساسي هو اننا، لاحظ معايا ملي خرجت هذه القضيه التغريده، لو ان حتى واحد مدوى كان يمكن يخرجوا شي دعايه اخرى، ولكن خرجت المواقع كلها وخرجوا المجموعه اللي في اليوتيوب وسائل التواصل، كلشي كيهضر على اللوبي الجزائري. الان كون معايا نكون متاكد بان هذه المساله زعزعت الفوق على مستوى القرار عند السلطات القطريه، لان شافوا هذه القضيه ديال التعبئه هذه الطريقه هي اللي لنا الجزائر، ولو يديروا اللي داروا ما عندهمش حجج باش يمكن انهم يتغلبوا علينا. راه حتى واحد القضيه راه على المواقع والقنوات ديال اليوتيوب محاربين مع شنقريحه ومع الدوله ديال الغاز كامله. الاعلام الرسمي راه ما كيهضرش الاعلام الرسمي، هادو غالبين شنقريحه والمجموعه ديالو.